أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة باهتمام ودعم السيد جياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للرياضة البحرينية وبحرصه على دعم اللعبة في البحرين من أجل وصولها إلى أعلى المستويات وتحقيق الأهداف المرجوة. جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لرئيس الاتحاد الدولي بمناسبة زيارته للبلاد. وبحث سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مع السيد جياني انفنتينو سبل مواصلة تطوير كرة القدم البحرينية، حيث أكد سموه أن الكرة البحرينية تحظى باهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيرا سموه إلى أن هذا الاهتمام والرعاية والدعم أوصل الرياضة البحرينية لتحقيق العديد من الأهداف خلال الفترة القادمة، وهو دافع لمزيد من النجاحات بإذن الله في الفترة القادمة. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالنجاحات المتميزة التي حققها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة السيد انفنتينو وتحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الإداري والفني والارتقاء بمنظومة عملها بما يعود بالشكل الإيجابي على مسيرة الاتحادات الكروية في مختلف قارات العالم، مؤكدا سموه أن كرة القدم البحرينية حققت الاستفادة من برامج ودعم الاتحاد الدولي في الفترة الماضية، مبينا سموه أن مملكة البحرين لها علاقات تعاون مميزة مع الاتحاد الدولي ونحرص دائما على تعزيزها لتحقيق الأهداف. أضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لقد حققنا العديد من الأهداف في الفترة الماضية ونأمل أن نواصل تحقيق أهدافنا ونؤمن أن الشراكة الحقيقية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم سيمهد الطريق أمامنا للاستفادة من الخبرات الكبيرة والكوادر المتميزة التي يمتلكها الاتحاد الدولي والذي يحرص على تقديم كامل الدعم لكافة الاتحادات المنضوية تحت مظلته وبالأخص الاتحاد البحريني، ونقدم لرئيس الاتحاد كل الشكر على تعاونه المستمر. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الزيارة السابقة لرئيس الاتحاد السيد جياني انفنتينو حققت العديد من المكاسب بعد مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بتطوير كرة القدم البحرينية، مشيرا سموه إلى أن زيارته اليوم تؤكد حرصه على متابعة كافة الأمور من أجل مواصلة الازدهار بالرياضة البحرينية وبالتحديد كرة القدم، مبينا سموه أننا نتطلع لبناء شراكة أساسية مع الاتحاد الدولي لتحقيق خطط تطوير كرة القدم البحرينية. من جانبه أعرب السيد جياني انفنتينو عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على حسن الاستقبال وحرص سموه على مواصلة الازدهار بالرياضة البحرينية، مشيرا إلى أن الرياضة البحرينية حققت نقلة نوعية في الفترة الماضية، ومتمنيا لكرة القدم البحرينية كل التوفيق والنجاح.